يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كانت لي جدة هي أم والدي، وكان عندها أشياء كثيرة من التمائم تربطه على يديها وعلى رقبتها، كثير من الشركيات، لكنها كانت جاهلة وأمية لا تكتب ولا تقرأ، فإذا دعوت الله لها فهل فعلي جائز؟ علما أنني قد سبق أن أخذت لها عمرة في رمضان الماضي، فهل هذه الأفعال جائزة؟ هي ميتة، إن كانت حية فعليك أن تدعوها إلى الله وأن تتلف هذه التمائم التي عليها، أما إن كانت ميتة وهي تستعمل هذه الأشياء فلا تدعو لها، توقف فيها، توقف عنها. نعم.